المشكله الاخلاق اتغيرت لان السن الصغير كله بقى متابع على السوشيال ميديا واللي بيحصل في السوشيال ميديا. في سوء اخلاق جامد جدا، مش هنرمي كل حاجه على السوشيال ميديا. انا عامل البيت طبعا وعامل التربيه وعامل الاسره وعامل المدرسه، حاجات كتير قوي بتاثر على المجتمع. يعني الاخلاقات دي قدره بتختلف من شخص لاخر. الموضوع بيكون طالع من نابع من البيت، من الاسره ومن التربيه بتاعه الاسره والاساس. السوشيال ميديا ما هي الا حاجه بتوصلنا، بتساعد الناس ببعضها وبتوصلنا وبتربط الدنيا ببعضها. تطور المجتمع وتطور الناس بالطبيعي كل حاجه بتتغير. يعني ما انت عندك كل حاجه بتتغير. انت عندك التليفون زمان كان بالظبط، دلوقتي بقى تاتش. فمع كل مع كل فتره زمن الوقت بيتغير فيها الاخلاق بتتغير. الاول كان في اخلاق، في احترام للكبير، في حاجات كانت من يعني اجدادنا وكان دايما عندهم الحاجات دي واحنا متربيين عليها. اصبحت دلوقتي لا، مش موجوده، معدومه. لازم نربي الاولاد على قيم ونعمل لهم حدود. الاصحاب طبعا، ان انا صاحب حد يفيدني. اخلاقيات بتبقى صحوه فكر وثقافات محدده بتيجي للإنسان على أي مرحلة عمرية، ممكن تيجي متقدمة وممكن تيجي متأخرة. والله إحنا مش هنزق الناس عشان نتعامل بأخلاق، رجع الأصول بتاع زمان هتلاقي الأخلاق رجعت زي زمان. هو بالتربية في البيت مثلا، يبقى الجين شوية نرجع له، لأن الجين دوت هو الأساس برضو. والمدارس يعني برضو يبقى فيها حتة التربية برضو والأخلاق وكده. اللي عايز بقى يربي من صغر العيل، من صغره يربي ابنه على أساس على الدين، على الأخلاق، على المبادئ، على القيم.